Okay. Okay. Let's continue. So, refresh. Because we have rho less than or equal to one, so we have a steady state. We have a steady state. Then we can use Markov chain in MM1 model to get this equation. Okay? This equation because we have steady state. Okay? If lambda bigger than one, we cannot use this equation. We cannot use, it. okay? So, now, rho over one minus rho equal around five customers in the system. Then, another, W should we say we on. Should say what W. Yalla, come on. L over lambda. الال بتساوي لاندا دبليو الال <applause> يكول لاندا دبليو يعني هاي بتساوي تساوي ال اوفر لاندا اوكي اوفر لاندا جيفن شو بتساوي الال عندنا اياها فوق 4.98 ديفايد باي لاندا اللي هي 20 قد ايه بتطلع شوفوا لي يا بليز بليز شوفوا لي 0.24 0.24 سو so 0.24 شو بتساوي هذا شو معناتها هذا ويتنج تايم فور ايتش كاستمرز اوكي سو 0.24 hours اليونت هون حتكون hours per or for each or per customers or each customers اوكي okay. يعني الويتنج تايم هون 0.24 hours فينا نضربها ب 60 اذا بدكم نحولها ل minutes اذا حبي اذا حبي اوكي طيب هلا بدنا نجيب ال كيو او دبليو كيو دبليو كيو شو بتساوي؟ دبليو كيو شو بتساوي؟ هلا ال total time W هي المفروض ال time اللي على الكيو زائد على السيرفيس يعني يعني شو بتساوي هون؟ من من ناقصهم يعني دبليو بتساوي دبليو ماينس ماينس 1 اوفر ميو 1 اوفر ميو صح 1 اوفر ميو ايكوال الدبليو عندنا اياها 0.24 ماينس 1 اوفر ميو 24 ايكوال بليز حلوا لي اياها 0.207 0.207 207 صح؟ Yes Okay, hours يعني هي بال... هون عم بيطلع بالminutes أو second Okay هون عم بيطلع بالminutes أو second هون عم بيطلع هون تقريبا بالminutes ربع ساعة يمكن تقريبا ربع 12 دقيقة هون تقريبا Okay ال 25 هي ربع ساعة هون تقريبا 14 دقيقة هون تقريبا 12 دقيقة اوكي الراوند فينا نحسبها سو ال كيو شو بتساوي؟ ال كيو شو بتساوي؟ لاندا لاندا دبليو كيو لاندا دبليو كيو هولي جيفن هولى هول ايكويشنز سريعين سو ايكوال لاندا اللي عندنا 20 تايمز اللي جبناها هلا 0. هالقد ايكوال بليز احسبوا لي اياهم هذا طلع 4.15 سوري عيدة 4.15 4.15 صح م. اوكي شو بيعطينا هيدا كاستمرز كاستمرز اوكي In ذا كيو System اوكي In ذا كيو اوكي كيو عندنا 4.15 كاستمر In ذا كيو وعندنا بالبيج ال بالسيستم 5 اوكي عندنا خمسه هون 4.15 هون خمسه الا شوي تقريبا اوكي هذا الافرج عم نحكي هون الافرج سو وي كالكوليت ذم اوكي هذا كله بارت اي تنبلش فيه بارت اي هذا كله بارت اي طيب بارت بي هون بيقول لي بارت بي بيقول وات از the queuing utilization percentage and system idle idle ideal system percentage system idle or idle system ما بعرف اوكي idle system percentage قد ايه بالكيوينج عم بيشتغل انه بقلب الكيوينج موجود اشخاص percentage ونفس الوقت السيرفس قد ايه مرتاح؟ idle system percentage قد ايه السيرفر سيرفر تايم او service time مرتاح او سيرفر سايد مرتاح يلا من الرو منجيبهم برافو عليك من الرو فالرو شو هي هي الرو شو هي؟ بنرجع من تاني الثاني لنعرف الايدل برافو عليك برافو عليك الرو هي هي الرو كيوينج هي الرو الكيوينج كتبناها غلط الكوينج. اوكي كيوينج utilization هي الرو اوكي فبتساوي 0.833 تايمز 100 equal 83 تايمز 3% percentage. اوكي يعني الكيوينج يوتيليزيشن هي 83 سو so, من هيدي بنطلع نحن ideal percentage اوكي ايدل سيستم برسنتج او وات ايفر يعني سيرفر سايد قد ايه عم يرتاح سيرفر سايد عنده وقت يرتاح فيه ايه عنده وقت يرتاح فيه قد ايه نسبتها 100 83.3 ايكوال قد ايه 16.7 شوفوا لي 16.7 برسنتج اوكي صح؟ ايه صح Okay. Yes. So هذا كله حليناه بأول Given. هلا بارت C حنرجع نعيده كله اللي حكيناه هلا حنعيده بسرعة كله نعيده بس increase arrival rate increases by 20%. So بارت C شو حيختلف عن هذا البارت؟ هو ذاته كله حنحله. هو ذاته. Okay. هون. حنحله هو ذاته حنغير ارقام فيه. Okay. Okay. اوكي؟ بارت سي. اوكي. هيدي حنشيلها هون. بلا اسم. اوكي بارت سي شو حيصير؟ لاندا قال لاندا شو صارت هون؟ 20%. يعني كانت 20. زدنا عليها 20%. قد ايه بتصير؟ هون نيو لاندا ايكول، نيو لاندا ايكول، لاندا لاندا نيو لاندا ايكول لاندا تايمز اوكي 20% او زادت مش تايمز بلس بلس 20% times, plus, زادت. زادت. Plus يعني ايكول 1.2 تايمز 20 ايكول 24 كاستمرز بير اورز اوكي والميو عندنا اياها 24 رو اوفر ميو حتصير عندنا اياها 24 اوفر 24 ايكوال 1 انتبهوا بلشنا على الليمت ستيل وي كان يوز ذس ستيل على ال1 فينا بعد ال1 لا سو وي كان يوز ذس ايكويشنز شلون حتطلع اسهل هيدا الحساب هذا بتطلع طلعوا منيح نفس الشيء لا كيف نفس الشيء لا نفس الشيء نفس الرو اه 1 ماينس 1 minus 1 صار عندنا 0 صار في عندنا ديفيجن باي 0 صار في ديفيجن باي 0 صح؟ يعني معقول هون نمبر of customers حيطلع هون infinity. حتطلع infinity م. حتطلع infinity. اوكي ليه infinity قد يعني في خطا اوكي في خطا في خطا 1 اوفر 0 امبوسيبل خلص انفينيتي حتطلع انفينيتي هون صار في خطا هذا انا عملت السؤال على فكره على 20 بيطلع قد بعضهم انفينيتي حتى نصغرها شوي حتى نعمل كالكوليشن نشوف الفرق خلينا نصغرها نعملها 15 خلينا نعمل 15 الثاني 25 حتطلع اكثر من 1 فال1 حتى ال1 منا صح شيلوا ال1 ال1 حيطلع انفينيتي اذا طلعت ال انفينيتي خليها خلص خلوها خلوها انفينيتي خلوها هلا بنعمل كومباريزن اوكي فهون شو طلعت؟ هلا لا لا كل شيء بيطلع انفينيتي ايوه كل شيء حيطلع انفينيتي هون الدبليو حتطلع انفينيتي الدبليو كيو لا الدبليو حتطلع انفينيتي كله حيطلع انفينيتي اوكي سو so, هيدا حتطلع انفينيتي في سامبول للانفينيتي هيدا نشوف موجوده عاليمين على اليمين شفتيها؟ ايه هي مصغره شفتها هيدي؟ بثالث را اول وحده على اليمين اوكي ها انفينيتي برافو كمان ال ال حتطلع انفينيتي كمان ال كيو رح تطلع انفينيتي هي ليميت الانفينيتي يعني ليميت على ليميت اوكي اوكي على ليميت هون هون على ليميت هلا بنحكي عنها التابل كومبيرز احنا كان اوكي الرو شو حتطلع هون الكيوبيك اوتوريزيشن حيكون 100% اوكي هون حيطلع الرو هي 1 فحيطلع 100% عم يشتغل الكيو سيستم اوكي ايديال سيستم حتطلع زيرو اوكي وضحت هون حيطلع 100% عم يشتغل كيوينج اوكي هون ايدل سيستم صفر بفوت انفينيتي كاستمرز يعبى السيستم يعني كانه السيستم تعبى وكانه السيستم هون بلش يصير اوفرفلو اوكي هون بلشنا نصير اوفر فلو على الليمت انه 1 ايكوال 1 اوكي ف شو عملت هون اوكي على 1 ايكوال 1 صرنا على الاوفر فلو اكبر من 1 بطل سيد ستيت يعني هون عملنا سيد ستيت على الليمت اكيد هالحاله مش منيحه اكيد هالحاله مش منيحه اوكي سو so, حنرجع نعيده هن ذاتهم هول هن ذاتهم بارت فوق شو اسمه دي لما يكون 25% عليت عن ال1 دي هون 25% انت بتطلع احسبوا لي اياها 20 ضرب 25 بتطلع 25 ما هيك 25 ايه 25 الميو بعد 24 الرو حتصير greater than 1 هون بتصير ايه قد ايه بتطلع شوفوا لي يا بليز 1 بوينت قد ايه 25 over 24 1.04 0.4 فهون طلعت فولس اوكي فولس we don't have دكتور <سؤال>, سؤال بس مش لازم انه هي كونديشن من اول ما خدناها من الاساس انه تكون هي الرو اصغر من واحد صح 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 حلينا اصغر من واحد انا عم بحكي احتمال انت عم تدرس موديل تبي تبي بطل ستيبل على الكيو <سؤال> معناها السيستم <سؤال> معناتها صح انت هون عندك مطعم عندك كافي شوب عندك محل كمبيوتر وات ايفر عم تعمل دراسته بتاخذ كل الاحتمالات بالحاله الطبيعيه بالافريج نمبر الطبيعي هو 20 كاستمرز بير اوت لاحظوا انه على الويك اند اجباري يزيد على الويك اند بده يزيد واكيد على الهوليداي بده يزيد اوكي على طول بحيله بيزنس شوب وات ايفر العالم تفضى بالويك بتروح تشتري اكثر بالاعياد بتشتري اكثر واكثر ماشي فهيدا ارقام هلا ترى فيزبل هذا الموديل او لا هون السؤال وات يكون كونكلود خلينا نحلها نعمل كومباريزن ونحكي قد ما بدنا دسكشن هون شغلنا هو هون شغلنا هون شو بنعمل؟ نعمل لنحل هالمشكله في مشكله بدنا نعالجها الى حل اكيد الى حل اوكي هلا حاعطيكم الحل اوكي ف نعمل كومبيريزن بتوين ثري ستيت ثري كيسز اوكي والساعه بنحلها شوفوا اول شيء هلا بما انه صار ب دي فولس وي dont هاف ستيت بطل في ستيت صافي اوفر اوفر هون اوكي ذن وي كانت يوز اوكي او وي كانت وي كانت يوز مارك اوف تشين سو ما في كاد ما في كاد خلص كله ما بينحسب وهذا الرو الايدل صار هون الرو عم يشتغل قديه صار الرو هون طلع 1.04 عم يشتغل 104% 104% الايدال كيس شو صارت هون نيجاتيف ماينس 0.04 او وات ايفر 104 4 ناقص 4 سوري ناقص 4% بالمئة. اوكي فنيجاتيف الرقم النيجاتيف خلص يعني في شيء غلط بالسيستم اوكي عم تفهم الفكره شو قصدي ما ملك هذا حالي صح هذه حالي ما صح هذه غلط هون على ليمت على ايكوال تو 1 اتس ترو بس على ليمت علمت انه انفينيتي صار هون فل الكيو صار فل صار في عالم كثير 24 على 24 شو معناتها 24 و واحد عم يفوتوا بنفس الوقت 24 و واحد عم يظهروا طول الكيو شغال هون عم يطلع 100% اوتونيزيشن للكيوينج الكيو البفر هون او الميموري شغاله 100% في مشكله هون بدايه مشكله هون بدايه مشكله فالكومباريزن بتوين ذم شو هن هذا البارت اللي عم نحكي فيه الاي e. فينا نعمل تيبل فينا نحكي ونحكي, ونحكي. بأنه هن سهلين هلا ما حنعمل تيبل اوكي اوكي فينا نعمل تيبل ونحطهم لحد بعضهم اوكي فبارت اي من بارت اي قلنا اعطينا ارقام فيزبل صحيحه منطقيه 83% كيو معبى 16.7% الايديال مرتاح هذا شيء طبيعي هذا ايديال كيس اوكي بارت سي لما صار على الليمت 24 اوفر 24 صار ليمت هون هون على الليمت فهون بلش في كريتيكال كيس هون steady ستيت بألف قوة يعني لانه عم نقسم على زيرو هون عم نقسم على زيرو كمان كمان امبوسيبل يعني بتقسم على زيرو امبوسيبل انفينيتي فهون وصلنا على الليمت تبع ستاد ستيت يعني هون وصلنا على الليمت تبع ماركوف تشين اوكي فينا نشيله فينا نقول نات يوزد لانه انفينيتي مش ارقام مش منطقيه فينا من هون نقول نات يوزد اوكي بينما اذا فز عن ال1 ما في كيوينج ما في ستاد ستيت ما في ما في دراسه له السيستم انتبهوا ما في دراسه الا ام ام وان ما في دراسه دكتور لا الام ام وان ما في دراسه اوكي سو بارت اي تفضلي شو اللي شو عندك بس بدي اضطر سكر لانه بدي اعطي صف هلا اوكي فبدي بس بدي اطلع ماشي أوكي. بس إن اهم شيء هلا حنحكيهم يلا رح نحكيهم اهم شيء هلا جايين ماشي يسوي انا الصف اللي بدي اعطيه على الاربعه فالمفروض كون اولريدي بلشت ماشي يلا جا أحضر يلا برجع بحضرهم انا <applause> اهم شيء <applause> هو ثانك يو لك العافيه الله يعافيك فهون بالبارت اي وانا وين افسر من هون الاي عمل لها حق شفهيا هون حننقلهم لتحت ونجاوبهم تحت فهون شو صار؟ اوكي هون شو عنا؟ هذا بارت اف حسب فوق ما حيقلب الا اذا له ستوب اوتوماتيك ونعبيها بايدنا اف جي اوكي يلا يا خالد what do you conclude from that model اذا عندنا هذا الكيس بهوليداي عجقت على المحل صار عم يجي 25 كاستمرز عم نقدر نخدم بس 24 فهالكيس شو في فيها؟ فيه. في 1 كاستمر شو عم بيصير فيه؟ ما الو ما عم نخدمه ما عم نقدر نخدمه لل1 كاستمر صح؟ صح هون في عندنا لوس اوكي سو بيكوز اوكي حنرجع نلخصها هون وي have 25 customers arrive, uh, arrived ما بعرف arrived or arrival and we served only 24 customers okay per hour كله per hour per hour okay كله per hour هون وهنيك per hour okay

We have losing one customer per hour. If we if we open this whatever this model, whatever matam, cafe, whatever, so open for around twelve hours, so oh then we will lose twelve customers per day. بير اوكي وضحت اوكي سو وي ويل لوز شوف في مشكله باللوز او لوست لوز تكتب الوحده او وحده uh. الوحده بتنكتب ايه uh. انجليزيتي كثير حلوه انا سو وي لوز ان مانس او خلينا لووز اراوند 4 تايمز 12 ايكوال 48 كاستمرز بير مانث اوكي هون بندرس الدراسه تفضل حسبنا انه ب 12 ساعه ضرب 7 12 عندنا 1 كاستمر لوز هون بالساعه ب 24 ساعه مش المفروض ب 12 ساعه مثلا واحد او او اثنين ما بعرف سوري سوري مش 24 ساعه بر اور هون مش 24 ساعه ما في 24 ساعه كله سؤال بر اور انت حسبتها بر دي بر دي كرمال ايه ما نحن مش كنا عم نشتغل بر دي بر اور كله بر اور وين سؤالكم؟ اذا فتحنا 12 ساعه بر دي بر دي هون ما فتحنا 12 ساعه باليوم شو بكون؟ بس طلب سبعه كمان لانك عم تحسب انت مش ويك ما بحسب الويك اه سوري 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 معكم حق معكم حق. اذا فتحنا نحن بالشهر اذا فتحنا بالشهر 26 يوم فبصير رقم كثير كبير بالمانس هذه بير ويك خليها بير ويك اوكي اربعه بير ويك مش بير اوكي 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 بير ويك صح معك حق هون بير داي ليه بير داي؟ نحن المحل عم نفتحه 12 ساعه بير داي اف وي هون اف عم نحكي اف اوكي 12 ساعه بير داي فحنخسر 12 زبون باليوم اوكي اذا فتحنا هذا المطعم وات ايفر شو هو الموديل السيستم 12 ساعة، فينا إذا فتحنا 20 نخسر 20، فتحنا 24 حنخسر 24، صحيح. بس ما حدا بيفتح 24، بلا في كثير محلات بتفتح 24. فإكزامبل هون إكزامبل الأفريج، الأفريج إنه كل العالم مش بس المطاعم المودلز بشكل عام بزنس مودلز بيفتحوا بين 12 ل 16 ساعة الأفريج. المطاعم أكثر شيء بيفتحوا 24 ساعة، عندهم دليفري وعندهم كذا. عادة المطاعم بيكون عندهم ثلاثة شيفتس. إذا في عندنا ثلاثة شيفت موظفين اوكي بكون بنفتح 24 معناتها يعني عم نخسر اكثر انتبهوا كل ما فتحنا اكثر كل ما عم نخسر اكثر كاستمرز ولما نخسر كاستمرز او بالجمعه 50 زبون بالجمعه تقريبا نحن عم نخسر صيت لهذا المطعم انه هول 50 زبون حيحكوا لرفقاتهم ولعيالهم انه هيدا الموديل او هيدا السيستم او هيدا المحل هيدا الشوب وات ما منيح نطرنا 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 وما قدر خدمنا ظهرنا خسرنا ظهرنا اضطرينا نظهر لانه مش قادر يخدمنا نطرنا عنده ساعه ساعتين وما قدر خدمنا او بيعنا او وات لانه ما عم يلحق على الزباين الزباين جايين اكثر الزباين جايين اكثر من خدمتهم اوكي فانزعجنا وفليت انه في واحد فل باليوم افريج هون كله افريج اوكي كله على الافريج فالواحد بالساعه باليوم فل 12 اذا 12 ساعه فاتحين اذا نحن الموديل عم بيفتح هذا المطعم عم بيفتح 24 ساعه في كارثه عم نخسر 24 كاستمرز بير داي معناتها عم نخسر فوق ال 100 بير ويك فوق ال 500 كاستمرز بير مانث بيسكر المطعم بعد شهرين لانه سمعته بالحي بالشارع بالمنطقه بالمدينه حتطلع انه هذا المطعم مش منيح اوكي فلا في مشكله هون اوكي شو بتقترحوا لنعالج هالمشكلة. يلا. اعطونا اقتراحاتكم. اكيد في حل. تكون اصغر من 1 من الاساس الرو. الاساس شو؟ قل لي، شو بنرجع؟ الرو تكون اصغر من 1 كيف تعمل اصغر من 1؟ إذا عندك هالحالة بطل عندك ما هو عم نقترح كيف بدك تصغرها؟ الرو تصغرها صح؟ منكبر ال شو اسمه؟ مكبر الميو هاي؟ تكبر الميو برافو عليك، الخدمة. كبر الميو معناتها نحن شو عم نعمل عم نسرع الخدمه صح سيرفيس تايم يعني صح يعني اول كونكلوجن برافو خالد اذا تكبر الرو سوري وي ماست مثلا لتكون الرو اهم شيء تفهموا السؤال الرو ماست بي لس اور ايكول تو 1 صح سو وي ماست increase مين اللي عم يصغر الرو؟ الميو we must increase ميو وين صح؟ مش الرو حاجة احط لكم القاعدة بتساوي لاندا اوفر ميو شو صار؟ اوكي ديليت اوكي ها بتساوي لاندا Over a mu. Okay. Tubumnih. Mufru had it cool, Azhar, or you say we want. So we have we have uh, Lambda. We cannot Hon. We cannot. manage مانج او وات ايفر بلندا، ما فينا نعدل للندا، لندا هي حسب الزبون، نحن الزبون ما فينا نتحكم فيه، صح؟ وكانت cannot موديفاي موديفاي لندا، لندا ما فينا نتحكم فيها، صح؟ لانه لندا هي ارايفل اوف كاستمرز، ارايفل اوف كاستمرز نحن ما فينا نتحكم كم زبون بده يفوت عنا باليوم، ما فينا نتحكم، بس بالدراسه طبيعتنا بالهوليداي طلع عنا انه 25 كاستمرز اجينا بالهوليدي فما فينا نزغر نحن نزعب ناس اذا ما نزعب ناس عم نخسر فاللاندا هي متحكمه فينا الرايفر اوف كاستمرز هو متحكم بالسيستم بس فينا موديفاي وي كان بات وي كان اذا بدك موديفاي اور تشينج ميو اوكي بدنا فينا نشتغل بالميو اوكي okay. so, او then ميو ماست بي انكريز سو وي ماست انكريز ميو هيدي السؤال هيدا السؤال كيف بنعلل الميو شو الطرق لنعلي الميو يلا عنا بعد 10 دقائق يلا اوكي okay. لتصير اللاندا اصغر من واحد وتصير ستادي ستيت وتصير السيستم منيح مفروض اللاندا هي متحكمه فينا ما فينا نشتغل باللندا والا سات عم نزعب زباين ما فينا نزعب زبون عم نخسر المحل فهذا الشيء بزنس صار فاشل ف بدنا نكبر الميو لتنزل اصغر من 1 ف وي ميو يلا يا خالد مريم يلا مريم مننا الميو كيف بنكبرها؟ انتو اعطونا افكار بزنس انتو الخدمه بطيئه كيف بنسرع الخدمه؟ من جيتو سيرفرز بزر واحد. برافو عليك! برافو عليك! Method, Method one we hire another server or we buy. Okay, hire is a can اذا كان With a can-computer we buy or hire. Okay, we add. إذا بدنا, we add. انذر سيرفر هذا حل شو صارت هون الميو اوفر 2 تايمز 2 يعني ال 20 سوري 24 كاستمرز اور اذا نفس الميو نفس السيرفر جبناه حيصير عم يخدم لنا 48 كاستمرز اور فحلت لي مشكله كثير كبيره حلت لي مشكله كثير كبيره فهون اللندا بدها تصير 50 زبون بالساعه ليصير عندنا ستو... انه ساتوريشن اوكي فحلينا مشكله كتير كبيره بس شو عملنا؟ دفعنا زياده وي اد انذر سيرفر اوكي سو سو ميو اكتبوا لها ايكوال ميو 1 بلس ميو 2 ميو 1 بلس ميو 2 صار عندها ايكوال 2 صح؟ ايكوال 2 times mu. Okay. So equal. أنا إياها 24. <coughs> صار. Sorry. مش 20. أنا إياها 24. صار 48. الميو ميو الجديدة. صار 20, 48 customers per hour. So. هذه ميتود 1. So. For part C. السي او دي يلي طلع في عنا اوفر فور بار دي اوكي فور بار دي اوكي وي هاف لاندا قد ايه بتعطي لاندا هون؟ 25 اوكي ناو روش شو بتساوي؟ بتساوي لاندا اوفر ميو صار 25 اوفر 48 قد ايه بتساوي؟ صغرناها كثير اعطوني قد ايه بتساوي؟ تقريبا النص 0.55 الو الو uh, بتطلع 0.52 0.52 اصغر من 1 بكثير اوكي سو هذا حل حل انه نزيد موظف او نزيد سيرفر اذا موظف اوكي سو so وي can... صار الحل لنا مشكله هون بس بس مش بس هاي مشكلة. صار فينا نستقبل 48 زبون بالساعه كمان صار عندنا اكسترا بروفيت اذا لهم طاولات وكراسي محل منيح اذا لهم محل ويتنج روم هون عم نكبر الكيو صار اوكي سو ميثود 1 بنزيد اكسترا ميو سو our model can be, will be شو بصير m m 2 اوكي هون حولنا الموديل تبعنا من m m 1 ل m m 2 صار في عندنا تو سيرفر صار في عندنا تو سيرفر اوكي حللنا مشكلتنا انه كبرنا السيستم عملنا تو سيرفر ام 2 بس الديس هون عملنا ادفانتج سو so, هون بهيدا المودل عم بحكي ادفانتج هون شو الادفانتج هون وي كان اكسبت او اكسبت 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 48 كاستمرز بير اور وسعنا اوكي ادفانتج هي صار سريع فيري فاست اوكي ديس ادفانتج شو صار؟ شو ديس انه في وقت كثير السيرفر ما عم يشتغل الثاني برافو هيدي حنحطها بس اهم منها شو؟ كوست 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 to add server 2 اذا كان موظف هو مصار... عم بيطلع مصاري ما ما بتصير الكوست كثير مهمه ما حق نعم عم بيرجع حقه يعني صح بس هيدا اذا كان عندنا الافريج عم بفوت بال40 بس اذا كان الافريج او على الهوليداي بس عم بفوت 25 بالهوليداي عم نخسر عم نخسر مصاري اذا هذا المطعم هذه الزاويه بالمحل هالكافيه وات بس بالهوليداي عاملين دراسه عم بفوت 25 كاستمرز بير اورز وما عم بفوت اكثر وما عم اكثر فهيدا الحل حيكون حلينا سهلنا سرعنا صحيح خدمنا بسرعه كثير بستأجر بوقت الهوليداي بس برافو عليه برافو عليه بلشت تفهم علي اكثر شو شو بدي اوصل فالكوست سيرفر تو انت قلت كمان اند الايديال ويل بي بيج اوكي الايديال سيستم برسنتج على ال 25 عم ناخذ احنا عم ناخذ نحن 25 اوكي الادفانتج انه فينا نستوعب 48 بس هال 48 يمكن ما تجي يمكن ما يجي 40 يمكن ما يجي 30 او 35 يمكن ما يجي في ادفانتج بس في كوست سو ميثود 2 شو هي الميثود 2 هي هاي الميثود 1 وهي كثير بنلاقيها كثير بتشوفوها بال بالاعياد وبالويك اند المطاعم كثير بتشوفوها اذا رحتوا على مطعم معين بقريه الجمعه عنده مثلا ثلاثه ويترز او اربعه ويتر على الويك اند بيصيروا عشرة يومين سبت احد اوكي فبيستاجر ناس بيدفع لهم يومي كثير موجوده بلبنان يلي بيظهر على مطاعم بيظهر بقريه الجمعه نهار اربعة ونهار ثلاثة على طول البيك تايم بالمطاعم بتكون سبت احد وبالهوليدي اكيد سبت احد وبالهوليدي هوليدي أكتر بس اول الجمعه اثنين ثلاثه اذا ما في هوليداي هن مينيموم تايم بكون عندهم فبكون عندهم اقل عدد موظفين فبكونوا مثبتين ثلاثه اربع ويترز هو مع مدير واحد على السبت احد او بالهوليداي بيصيروا 10 ويترز ومع تو كمان بيستاجروا مدير انه مسؤول عنهم سوبرفايزر على فالميثود تو وي كان رنت سيرفر اكتبه ات ويك اند اور هوليداي اوكي وضحت الفكره؟ وضحت الفكره كيف عم نحلل الموديل؟ بهمنا هذا الكورس تفهموا كيوينج مودل عم ندرس كيوينج مودل مش بس ايكويشنز ونحلحل لا مش هدفها بس هي ماث ونحسب هدفها بزنس بلان انه انت عم تعمل بروجكت مانجر عم تعمل موديل انت كانجينير عم تعمل دراسه هذا البزنس هذا المصنع هذا الكافي شوب هذا الريستورنت هذا وات ايفر هذا الكافي كمبيوتر شوب وات ايفر وات ايفر وات ايفر هذا الويب سايت تبوا هذا الويب سايت اللي انت عامله بيتحمل هيت بير اورز هالقد او ما بيتحمل هيت بنكبر له السيرفر بنغير الداتا من وات ايفر ل وات ايفر بنكبر الهوستنج سبيس بنستاجر هارد ديسك اكبر بنغير نوع الهارد ديسك اس اس دي في كثير اشياء حنشوفها ليتر اون فالكورس عم بيحلو من هلا ورايح حيكون ايزي وكله لوجيك اوكي وي هاف ليس ذان one مينت اوكي okay? حنكفي هذا باللكشر هذا الحكي بلشت فيه باللاب بس حاحكيه باللكشر رجع اوكي okay? بعد الميدترم ان شاء الله اوكي اني كويشن اني كويشن لا تمام جود i will stop the recording